انتي اش مزيان؟ مزيان من غير واحد السيرو سرق ليا ساكي وواحد لافورتمون فورسي، كلشي داز عادي. لافورتمون فورسي واحد البنت صغيرة حملات وما بغاتوش. كيفاش؟ اغتصبها؟ يتزوجوا وتهنى القضية. لا سي فريدي، ما اغتصبها حتى شي واحد، ما بغاتش تجوج ويكون عندها دري بلا زواج في هاد البلاد. كيفاش بقيتيها تصبر لديك جهنم اللي عتعيش فيها كل نهار؟ إلا ما انطحراتش ولا سمحت فيه بشي طارو الزبل، جرنا لا تعمري بهادشي. كون كنا كنربيو بنياتنا على الأخلاق ويحترموا راسهم ويبعدوا على العلاقات الجنسية قبل الزواج، كنت حاجة من هادشي ما توقع. العلاقات الجنسية قبل الزواج كاينين في هاد البلاد بغينا ولا كرهنا. اون بليس لي زاكسيدون والحماق ديال الشباب يمكن يوقعوا لأي واحد. أنت لقيت الحشيش عند بنتك؟ لا 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 غلطة بنت الله، هادو صعباتها. واخا سيدي المشكل ديما عند الآخرين. قلت لك بنت الله. آه غير حنا الأخرات اللي ما مزيانين. كتخمن راسك بنتي؟ لا أنا من ديك النوع اللي كتفرغ عليها الكبت ديالك، لعب فيها موراليزاتور ضحية ليكول السياسي المعقل اللي ما عندوش مشكل باش يخلص وحدة بحالي. مسيو ما محتاجش يشري الشكلاط، عطيه ليه فابور. مسيو ما محتاجش يمشي لوطيل، عندو ابارتمون سيكري، عطيه ليه شي سياسي اخر صاحبو. زوين عندكم هاد البورديل ديال السياسة. البورديل ديالك كيف داير؟ انا من البورديل ديال هادوك اللي كيسدو على عيالتهم في الدار وكيخرجو يلعبو الرجال ديال بصح، كيعطيو الطروس وغير كيتشكاو وكيسحب ليهم الشرف كاين خير على بناتهم. كيسدو على الشرف، كيسدو على الشرف ديالك.